السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. درس اليوم بعنوان موقع البحرين وأهميته قديما. كان للبحرين دور مهم جدا منذ القدم. ما الذي ساعد على القيام بهذا الدور؟ إذا نظرنا إلى الخريطة التي أمامنا سوف نتأكد بأنه بسبب الموقع، الموقع الجغرافي بالنسبة للمكان اللي بيحيط بجزر البحرين، والتي كانت تسمى في الماضي البعيد باسم ديلمون. كان لموقع ديلمون أو أنها تتوسط بلدان عديدة مثل بلاد ما بين النهرين في الشمال وهي العراق حاليا، وبلاد اليمن في الجنوب، وبلاد السند وهي باكستان حاليا، وبلاد فارس وهي إيران في الوقت الحالي، وفي الغرب بلاد الفينيقيين وهي الشام الحالية ومصر. هذا الموقع أعطى لديلمون أهمية عظيمة، فلقد كانت مركزا للمواصلات البحرية والتجارية، خاصة القادمة من بلاد السند باكستان كما ذكرنا، ومتجهة إلى بلاد ما بين النهرين، نهري دجلة والفرات، وهي العراق التي ما بين النهرين دجلة والفرات. الدور التجاري الذي قامت به البحرين هنجد أنه بسبب الموانئ الآمنة والمياه العذبة واللؤلؤ الفريد الذي يستخرج من جزر البحرين، وأيضا بسبب الخضروات والفواكه التي تنتجها بلاد البحرين، فكانت هذه كلها عوامل جذب أدت إلى أن السفن التجار القادمة من باكستان أو بلاد السند في الماضي، الباكستان في الوقت الحالي، ومتجهة إلى بلاد ما بين النهرين، كانت تتوقف لتتزود بما تحتاج إليه من جزر البحرين، سواء مياه العذبة أو من الفواكه أو الخضروات أو اللؤلؤ الفريد الموجود في جزر البحرين، وتعطي مقابل ذلك كله الأخشاب والأحجار الكريمة، ثم تواصل رحلتها إلى بلاد ما بين النهرين. طيب، إذا نظرنا إلى الخريطة سوف نجد أن مصر موجودة في الغرب، وإذا نظرنا إليها سوف نجد أنها يتوسطها نهر النيل، نهر النيل موجود في مصر. طيب، إذا نظرنا إلى دجلة والفرات سوف نجد أنه يتوسطهما العراق أو بلاد ما بين النهرين في الماضي والعراق في الوقت الحالي. البحرين كانت تسمى في الماضي، ممتاز ديلمون، أحسنت. عندنا أيضا إذا نظرنا إلى الخريطة سوف نجد أن بلاد الفينيقيين هي الشام. طيب، بعض الأسئلة، إذا نظرنا إلى الأسئلة التي أمامنا، بلاد فارس هي إيران، ممتاز. بلاد السند هي باكستان، أحسنت. طيب، بلاد الفينيقيين هي الشام، ممتاز. بلاد الفراعنة هي مصر. بلاد ما بين النهرين هي العراق. طيب، فما هما النهران؟ ممتاز، دجلة والفرات، أحسنت. طيب، هينزل قدامنا الحين على الشاشة صفحة رقم 5 من كتاب التمارين، حلوها وبإذن الله الدرس الجاي هنتكلم عن البحرين قديما والأدوات الحجرية اللي كان بيصنع منها الإنسان الموجود أو الإنسان الحجري القديم في البحرين أدواته، سواء أدوات الزراعة أو أدوات الصيد وغيرها من الأدوات التي كان يستخدمها في الأغراض والحياة اليومية. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.